يقول: ابني في جامعة بكلية الهندسة، وقد عزم الأمر على الذهاب لسوريا في للقتال طلبا للشهادة، وأنا كأب عمري أكثر من 60 وأنا رافض لهذا، وزوجتي رفضت هذا أيضا ونحتاج له، ولكنه رفض وأصر على السفر، هل هو محق أم مصيب؟ ليس بمحق، ويرجع إلى والديه أفضل له في دينه وفي آخرته. بارك الله فيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فهذا الذي ظهر لي، والله أعلم. والله القتال في سوريا الآن فيه بعض الدخن، فالمقاتلون فرق، ذات راية إسلامية تريد الشريعة، ولكن أمرهم قليل، والسواد يريد إسقاط النظام وإحياء الديمقراطية، ونحن نشهد الله على كفرنا بالديمقراطية، إنما نريد شرع ربنا الأعلى. هذا الذي ليس بفرض عين بارك